مرحبا بكم مشاهدي الافاضل من جديد الى هذا الاستوديو التحليلي لمباراه اتحاد العاصمه وتي بي مازيمبي الكونغولي. اذا اتحاد العاصمه ينقاد الى خساره مفاجئه امام تي بي مازيمبي بهدفين لواحد. طبعا كلبا سجل الهدف الاول في الدقيقه 27، الاتحاد لم يتمكن من تعديل النتيجه، فاضاف سماطة الدقيقه 72 هذا اللاعب التنزاني الذي سيواجه المنتخب الجزائري في المباراتين المقبلتين ضمن تصفية المونديال. وسوغار قلص النتيجة لاتحاد العاصمة في الدقيقة 88. إذن أعيد وأرحب بضيوفي الكرام، مصطفى مسكين مجددا مرحبا، محمد قسعيد مرحبا، أهلا وسهلا، وأيضا كمال معوش مساء الخير مجددا. التقينا طبعا قبل بداية هذا البلادو قبل المباراة، كنا نتوقع أن يكون رد اتحاد العاصمة أو مستوى اتحاد العاصمة في هذه المباراة على الأقل حسنا، حتى لو نقولكش من ناحية كبيرة حسنا قياسا بالظروف اللي كانت بالنسبة لاتحاد العاصمة كفريق محترم، كفريق عنده تركيبة بشرية، كفريق يلعب على أرضه أمام جمهوره. ما الذي حصل مصطفى بسكرين؟ نظن أن اتحاد العاصمة اليوم واجه فريق كان قوي جدا فرديا وجماعيا، اصطدموا بهذا الفريق وين ما صابوش الحلول اللازمه. نعم. رغم المنظومه. نعم. التكتيكيه يعني وحتى يعني السيستم دو جو اللي يلعبوا به اتحاد العاصمه كان اكثر منه لعب، خاصه في الناحيه الهجوميه لعب عشوائي. حتى يعني فردين ما قدروش يديروا الفارق. ولكن امام فريق اللي من ناحيه القوه الانفجار يعني الاكسبلوزيفيتي تاع اللاعبين تي بي مازيمبي كانوا قويين جدا. التمركز تاعهم يعني غلق كل المساحات، ولما شفنا يعني المنظومه تاعهم اللي يلعبوا ب 4-4-2 وين كانوا دارين ضغط كبير على حامل الكرة وكانوا يروحوا ككتلة، وداروا الكتلة تاعهم كانت في وسط الميدان. نعم. وفي بعض الأحيان في الأعلى اللي ما خلاتش اتحاد العاصمة يلعب اللعبة تاعو المعتاد فيه، وحتى يعني نحاولهم التركيز في المباراة وين ما قدروش يلعبوا في العمق. لهذا الشيء خلى فريق اتحاد العاصمة ما صابش الظلة ديالو. سأعود إليك مصطفى بسكري وأيضا لظروف الكرام كمال معوش ومحمد سعيد. نتوجه مباشرة إلى ملعب عمر حمادي ببلوغينا، يتواجد زميلنا كمال مهوي مجددا. مساء الخير كمال. مساء الخير حكيم، أهلا وسهلا. واش عندك كمال؟ ما هي الظروف هناك؟ الأمور واش في بلوغين؟ كيف هي الأجواء؟ خيبة أمل كبيرة عند لاعبي اتحاد العاصمة. تصور لم يقوا حتى على الإجزاء بالتصريحات. حتى لملك الحقوق للقناة التي نقلت المباراة. نعم. رفضوا الحديث جميعا، بالمقابل فرحة هستيرية من لاعبي تي بي مازيمبي مع أنصارهم، وحتى في النهاية أنصار تحت العاصمة كانوا رياضيين وحيوا الخصم وحيوا تي بي مازيمبي اعترافا بقوة هذا الفريق، غير أن تحت العاصمة معرض لعقوبة كبيرة. لماذا؟ بسبب حسب ما تكلمنا هنا مع مسؤولين في الكاف، بسبب رشق الأنصار لأرضية الميدان، الرشق توصل طيلة المباراة، وحتى في نهاية المباراة اتحاد العاصمة معرض لعقوبة مالية بالطبع. نعم، يعني الظروف فيه غضب من الأنصار، اقتناع بمستوى تي بي مازيمبي، فيه غضب من في البداية. نعم. كان غضب على مستوى لاعبي اتحاد العاصمة وعلى لاعبي مازيمبي قبل أن يعترفوا بالحقيقة، ربما لأنهم يعترفوا بقوة المنافس تي بي مازيمبي على أرضية الميدان، الذي كان اليوم أقوى من اتحاد العاصمة على كافة النواحي باعتراف اتحاد لاعبي اتحاد العاصمة. أكيد أنه مباراة العودة ستكون صعبة الأحد المقبل بالمباشي، قياسا بنتيجة المباراة هذه، وأيضا طرد العرفي وظروف صعبة بالنسبة لاتحاد العاصمة، صحيح؟ ربما الخبرة خانت المدرب حمدي، وأيضا مسؤولية اتحاد العاصمة الذي يجب أن أعترف أن الخبرة لا يملكون من الخبرة، لأنه إذا حداد لها 6 سنوات على رأس اتحاد العاصمة المرة الأولى التي تلعب موسم على الألقاب، تصور أنه مثل ما قلنا في استوديو رفقة قاسي الساعد بسكري في حصتك أنت حكيم. نعم. اليوم هناك ندم كبير على ملعب عمر حمادي، الضغط انقلب سلبيا على لاعبي اتحاد العاصمه وليس على لاعبي تي بي مازيمبي الذين يعرفون كيف يمتصون ضغط الانصار. اليوم لاعبي اتحاد العاصمه حتى قبل المباريات
كانوا مشحونين اكثر من اللازم، لذلك كان مردودهم سيئا في المباراه. الضغط انقلب السحر على صاحبه، ملعب بلوغ اليوم لم يكن في صالح لاعب عاصمه. اذا مباراه العوده ستكون الاحد المقبل. شكرا لك كمال مهوي. شكرا حفيظ. شكرا لك كمال مهوي. محمد قاسم سعيد، هل فعلا ملعب بلوغين انقلبت الامور راسا على عقب؟ والله يا حكيم اللسان عاجز عن الكلام. وحنا كنا تكلمنا في الحصص الماضية وقلنا باللي من المفروض الاتحاد يلعب في 5 جويلية ملعب كبير. اليوم الضغط كان يعني سلبي، لكن قبل، عفوا على المقاطعة، ما قال لي مصطفى بسكري قبل المباراة هو أنه اللاعبين يعرفوا يعني الملعب بشكل جيد، يعرفوا وين يلعب وين ما يلعبش وين، وبالتالي ما فهمتش أنا كيف انقلب عليه. يعني لما ربحنا في خرطوم كانوا اللاعبين يعرفوا الملعب وعندهم لي ريبير في خرطوم، اللي يعرف يلعب حكيم يعرف يلعب. حنا اليوم الضغط كان سلبي، الضغط كان على اللاعبين تاع الاتحاد العاصمه اللي كانوا خارجين عن النطاق الرياضي، ما عدا زيماموش. يعني لولا ما كانش زيماموش كانت النتيجه تكون اتقل. شفنا يعني الصراعات الثنائيه ولا واحد ما ربحناه. لو نحكموا لا فالور انترانسيك باللاعبين تاع الوسما وتاع تيبي مازامبي، كان تيبي مازامبي اقوى من بكثير من اتحاد العاصمه، ولهذا يعني قلنا ان شاء الله اختيار بلوغي ما يكونش راح يكون ندمه بعد المقابله. ونظن هذه هي ربما المسؤولين، وخاصه اليوم كمال تكلم قال لك يعني راح تكون عقوبات صارمه وقويه ضد عقوبات ربما ماليه باعتبار انه قرارات يعني نتمناو تكون ماليه وما تكونش يعني يقصيهم مده سنه او سنتين، لان مع الكاف تعرف كل شيء ممكن. ولهذا نقول اليوم الاتحاد العاصمه كان خارج النطاق، يعني دفاعيا ما كاش، في الهجوم ما كاش، كان غايب تماما. كمال معوش، الامور اللي خلاتنا نشوفوا اليوم اتحاد العاصمه، قبل في الاستوديو في المرحله الاولى كنا نقولوا انه اتحاد العاصمه لديه كل الظروف، لديه كل الامور اللي تخليه ربما يقدم مباراه جميله ويحقق فوز قبل مباراه الاياب. اليوم اتحاد العاصمه بشكل سلبي تماما. انا ما كنتش ننتظر في ذا السيناريو باش تفوز مازامبي هدفين بواحد. وشفت انا بريمي ميتون نتاع الفريق تاع الخصم تاع مازامبي سون بيان اورغانيزي، كانوا ريستون بلوك قاعدين في بلوك واحد يطلعوا ويهبطوا كل كيف كيف. انا شفت بين اللاعب تاع الوسط الميدان تاع اتحاد العاصمه واللاعبين تاع الهجوم شويه بعاد على بعضهم، وعلى حسب ما شفت انا يخصهم ان باترون كيما يقولوا ان باترون باش يقاردي لو بالون. ما كانش، كان بالجلالي. بالجلالي كان غايب عنده شهرين، مده شهرين هو رجع من الاصابه، ومقابله كيما هذه ما تطلبش لاعب مام يكون وش يكون ما يقدرش يلعب. مصطفى بسكري، كانت فيه اخطاء فنيه بالنسبه للمباراه؟ وش من ناحيه فنيه؟ من ناحيه يعني من ناحيه المدرب ما عرفش يوظف اللاعبين، ما عرفش ربما تحضيرهم نفسيا بسيكولوجيا قبل المواجهه، لانه شفنا لاعبين منهارين، شفنا لاعبين ما مش منظمين داخل الميدان، هكذا قال لي كمال معوش. فراغات لا ما نزيدوش امور، ربما ماشي المدرب، لان المدرب دار ربما يعني الاختيارات نتاعو عندهم اسباب ماشي هكذاك برك. الا ان اليوم حقيقه الميدان ورات لنا باللي فريق الكونغو تاع الكونغو يعني فريق قوي علينا، قوي لازم نتقبلوها هذه، خاصه فرديا وجماعيا بان باللي عندهم دو ميتي في لو جو ديالهم، كانوا يسيروا ويسيروا ويسيروا مع المقابله. يعني مشاوها كما ينبغي، ما حبيتش نقول تجربه بالعاني يعني باش هذا فيه اتفاق طبعا بين بين الشوطين بين محمد قاسم ومصطفى بسكري. خلينا نروح مباشره الى ملعب بلوغين ولكن الى محيطه. كنا مع كمال مهوي. اسلام بقريع، مساء الخير اسلام. مساء الخير حكيم، مساء الخير، مرحبا بضيفتك. اهلا وسهلا اسلام. الاجواء عندك كيف هي؟ داخل الميدان خيبه امل، خارج الميدان مع الانصار كيف الاجواء؟ خارج الميدان يعني خيبه امل كبيره يعني لاحضار اتحاد العاصمه، غضب كبير من اداره اتحاد العاصمه ومن اللاعبين
لم يكن بمستوى المطلعات ولم يكن بمستوى الجمهور الحاضر منذ صفح البهجة. يعني المدربات صنعت كل شيء في شغالي كل شيء، ولكن اللاعب لم يؤدم عليهم إلا يعني الإشارة فقط. الأنصار حيث زماموش كثيرا، يعني إلا زماموش أرض الأنصار إسلام. على عكس اللاعبين، يعني على عكس اللاعبين الذين كانوا بعيدين تمام البعد عن المستوى. إسلام بقريعة، عفوا عن المقاطعة، من من الأشخاص المستهدفين بالانتقادات من الأنصار باستثناء زيماموش؟ هل كانت الإدارة، المدرب أو اللاعبين؟ من يحملون المسؤولية الأنصار حتى نعرف رأيهم؟ لا، الأنصار حمل المسؤولية للإدارة، يعني بعد اختيار ملعب بلوغين، يعني عاد موضوع الانتقادات هذا الاشتغال، يعني الملعب لم يكن يعني للأنصار لم يكن للأنصار ولم يساعد حتى الفريق، يعني انعكس كل شيء على اتحاد العاصمة. بالإضافة إلى يعني الخطة أو الطريقة التي لعب بها اللاعبون لم ترضي الأنصار، يعني طالبوا بالهجوم أكثر، ولكن هجوم اتحاد العاصمة اليوم كان غائب. هل في حالة من التفاؤل مثلا عند الأنصار قبل مواجهة الإياب يوم الأحد؟ يعني حقيقة التفاؤل يعني صعب أن يكون تفاؤل في مثل هذه الحالات. نعم. أنصار في حفل عاصمة ولو عادوا خائبين، يعني يخرجون الآن هم بسبب الخروج من الملعب خائبين. نعم. الكل يتحدث عن تضييع النقاط، الكل يتحدث عن فرصة كانت ملائمة للتتويج بأول لقب قاري، ولكن ضاع الحلم، يعني الحلم لم واجهوا فريقا يعني قويا جدا فحرمهم الحلم لم يضيع لأنه فرصة ربما ضاعت، ولكن ما زالت المعركة لم تنتهي. إسلام بقرعة، ما فيش يعني مشاكل ربما بين الأنصار هناك، خاصة وأنه كنا نتمنى أن ننقل الصورة على المباشر حية طبعا مع الجماهير، ولكن للأسف الأمور صعبة. نحن نعرف ماذا يجري هنا في الجزائر لما الفريق ينهزم، صعب جدا أنك تتحكم في الأنصار. خليني نقول، هل في عملية تخريب مثلا، عملية غضب، راحت الأمور الرياضية؟ نعم حكيم، المشاكل لا توجد مشاكل، الأنصار يخرجون من الملعب بروح رياضية، ولكن يعني ردة فعلهم يعني عندما يعني يشاهدون شخص يعني بكل غضب كبير وغضب، يعني يريدون إخراج غضبهم في كاميرات وما شابه، لذلك تعذر علينا. نعم، حكيم الإشارة فقط قبل نهاية المباراة بحوالي 10 دقائق سقط أحد الأنصار من على المدرجات ونقل على جناح السرعة إلى المستشفى. سقط من أعلى المدرجات، يعني تهاوى في الأرض هكذا؟ نعم، سقط من على المدرجات إلى الأرض، ولكن تدخل رجال الحماية بسرعة ونقله إلى المستشفى لحد الآن. إن شاء الله نتمنى له السلامة هذا المناصر. شكرا لك إسلام. شكرا. شكرا حكيم. شكرا إسلام، نتمنى له السلامة لهذا المناصر. من حق الأنصار مصطفى مسكين يغضبوا، خاصة أنه الأمل كان كبير على هذا الفريق. حقيقة الأمل كان كبير، ولكن حقيقة الميدان هي اللي تورينا يعني الأمور اللي راهي تجري. حنا نتمنى واش ما يكون صرا أي شيء لهذا المناصر، لأن الآخر كما قلت من قبل حكيم، في كرة القدم كل شيء ممكن، مازال العودة طبعاً. يعني العب بدون حتى ولو يعني تنهزم بل كما أقول لك السلاح في يدك، هذا هو بشرف. سأعود إلى مصطفى السكري وضيوف الكرام، خلينا نروح الفاصل قصير، بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. العجم التاسع يعود بقوة، شكلوا إتوال 600 ديال ب90 دينار، استفيدوا من 120 دقيقة نحو موبيليس أو 30 دقيقة نحو باقي الشبكات. ب50 دينار لديكم 50 دقيقة نحو موبيليس أو 15 دقيقة نحو باقي الشبكات. ألو، راني شارجي التليفون، شارجي مزحل. مع مبتسم خذوا شاحن بطارياتكم أينما ذهبتم. موبيليس أينما كنتم. عدنا إليكم مشاهدينا من جديد لتحليل مباراة اتحاد العاصمة تي بي مازيمبي التي فاز بها الفريق الكونغولي بهدفين لواحد في المعركة الأولى، خليني نسميها، لأنه المباراة الإياب ستكون الأحد المقبل في لون مباشر على الساعة 3:30 بتوقيت الجزائر. قبل ذلك لو أتحدث مع محمد قاسم سعيد من بداية المباراة،
تشكيلة تحدثنا عليها تقريبا تغييرات على التشكيلة. ذاك ما كان يملك ربما ميلود حمدي بعد ذلك، لأنه لم نشاهد الكثير، على الأقل نتحدث عن الشوط الأول، لم نشاهد الكثير رغم البداية. ربما الاتحاد العاصمة كان يبحث عن الفوز، ولكن شفنا نقطة مهمة جدا أرغب في الحديث عنها، لونجاجمون فيزيك، يعني الاندفاع البدني الكبير بالنسبة لتيبي مازيمبي كان أكثر ربما من اتحاد العاصمة. ما رأيك؟ شو حكيم، ما نحبش نزيد نصب الزيت على النار، ولكن تكلمنا في قلنا بلي الاتحاد لاعبين تاع الاتحاد العاصمه كانوا خارجين النطاق. تكلمنا على التشكيله تاع الفريق، يعني واحد يتساءل شافاي لماذا، يعني هو لاعب اساسي ما لعبش اليوم لعب مزاري، يعني لكن لما تقول لي شافعي، سامحني، لما تقول لي شافعي مع احترامي لكل اللاعبين، انا شافعي شفته دخل في المرحله الثانيه، تعرف حكيم لما واللاعب لما ما يديش كونترول دوبال في مستوى كما هذا، كانوا خارجين، سامحني حكيم كانوا خارجين، ما دخلش في المقابله، هو لاعب اساسي، صاب روحه، مرحله كانت صعيبه، صاب روحه في الاحتياط. بوكمشة ايضا، يعني كان حتى بوكمشة شفناه يعني يحضر في روحه باش يدخل. هاد اللاعبين يتسائل هل كانوا مصابين ولا مش مصابين، لماذا كانوا في البنك الاحتياط؟ لما تشوف لاعب كيما يعني مازاري بكل احتراماتي ليه كان خارج النطاق، حتى خوالد اللي كان هو قايت مجروح من الانف ما صابش الضل ديالو مع مازاري، ولهذا ربما نقول بدبوده اقل منهم، ولكن الدفاع كان خارج النطاق، اقل منهم سوءا كان خارج على النطاق حكيم، يعني الاتحاد العاصمه ما داروش مقابله مصطفى. بصح كي تشوف محمد، لما تشوف يعني في مقابله هنا وين تشوف لابد نتكلموا عليها، وين حنكة المدرب كيما يقول لك الاكسبيريونس ديالو، كان كيما يقول لك دي سين طري دونجورو قبل ما يتسجل عليه الهدف الاول، كانت فرصه الاولى، فرصه ثانيه، فرصه ثالثه. كيف كان حمدي من المدربين لا جيدين على الاقل، مازالوا جيد الى نهايه المباراه، مازالوا جيد لحد الان، ماناش نهضروا الكونترير، ماناش نهضروا الكونترير، سي تان اونترينور جديد عارف ولو دير، كنت عارف حمدي انت عنده 5 شهور صحيح، شكون كان يعرف اليوم هاو داروا في النهائي جو لي دي برافو، مي شنو هو كيما يقول لك بوتيت اي مونك ان بو ديكسبيريونس في الـ في الـ في لو ميتي هذايا، وين يا في لو برومي كيما يقول لك اليرت الاولى، اليرت الثانيه، الثالثه، الرابعه، تبارك لنا البيت، وين زيما موجبت زوج، وين كانت خرجت ركنيه كانوا يعني لقطات خطيره، وين ربما التم كان على الاقل كيما التغيير كما يقول لك ما نقولوش الخطه ولكن التصرف. قبل محمد قسعيد ساعود لك في هذه النقطه، اذهب لك كمال معوش، كان معوش في هذه اللحظه فريق ينهزم في مباراه قبل مباراه الاياب، كيف يكون شعور اللاعب قبل اسبوع واحد مباراه العوده انت كلاعب؟ يعني تكون صعيبه، ان شاء الله يحطوا رسانهم ويزيدوا يكونسونطريو برك، باسكو مازالهم ماتش، ماشي ما يقول لكش اني خلاص انهزمت المباراه هذه خلاص رحت لا فينال، والغلطات اللي داروهم ان شاء الله ما يصراو لهمش، كان داروا بزاف غلطات اليوم، داروا بزاف غلطات، اخطاء ربما كانت كمال كانت بدائيه، نقولوا مش اخطاء بدائيه، خطا بدائي الدوزيام ايتون، تشوف تروا فوت هكذاك، انا كون جيت نلعب ضد اتحاد العاصمه نشوف هكذاك هو اللي يزيد يعطيني لونفي بس نجد الماركي صح. لو زيد كما جو بونس نقول لك في المقابله بحد ذاتها تيبي مازربي ما جاوش هما يديروا اللعب، جاو ما امنوش هما، يعني تمشاو معاه كيما نقول لك لو ديرولمون دو ماتش، تمشاو معاه مصطفى المدرب تاعهم في التصريحات تاعو واش قال؟ قال جيت من اجل الفوز. وي داكور، جيت من اجل الفوز. لا على كل حال، كل الانديه اللي تجي يقول جيت نفوز. اليوم مصطفى نهضروا بصراحه، نو اليوم ليسما فاش ما مشات لهمش سيك ايزيتي اوبليجي دو فير لو جو، ما قدروش يديروا لو جو، الاخرين قعدوا يستناو، ايزون بروفيتي من زيرو تاع ليسما. مصطفى ما نهضروش لغه الخشب، اليوم المستوى تاعنا مقارنه مع المستوى تاع تيبي مازامبي بعيد كبير، هذا المستوى العالي تاع تيبي مازامبي. احنا نلعب البطوله ديالنا، شفت البطوله كاش عامله حكيم، يظهر لي كاين فرق كبير بين لو تشوف كيفاش الاتحاد تاهل قبل كل شيء، يعني في دور المجموعه ما عمل لعبنا مع قريب تقريبا كاس الجزائر مع الوفاق سطيف وبلديه العلمه ما عدا السودان، ولكن اليوم هذا هو الفرق حكيم. صح محمد، نعاود نفكرك برك، نعم عندها سنه واحده برك فريق سطيف وتغلب على تيبي مازامبي، اوكي وسطيف هي اللي دات لاخر، اليوم ما مشاتش ليسما باسكو لي سيركونستانس ليسما
كيما نقول لك ما صابوش كيما قالوا ميكانيزم نتاعهم سو لو تيرا وين الاخرين جاوا ايزون جيري لا سيتياسيون دو ماتش شاك سيتياسيون ايزون لون جيري ايزون بروفيتي من لي زيرور تاع اليو اسما اسمح لي حكيم نعم. هل يا هل طار اليوم ما سامبي لازم نقولوا هاد اسكيزون مونتري ان فوتبول دو هو نيفو ils se sont qui me disent adaptés par rapport à l'Isma ils ont profité mais les erreurs les dates de l'Isma c'est le mot qui me aime Mustafa oui bien sûr parce que les erreurs de l'Isma ils ont fait exactement donc c'est l'Isma aujourd'hui ils n'ont pas eu le jour aujourd'hui je n'ai pas eu le c'est normal يعني TP Mazembe c'est le mot qui me aime في كما هو يحب شاف الاتحاد كان خارج عن النطاق هو استغل الضعف تاع الاتحاد بتات لو سول بوين لازم نهضروا عليه كان بتات لي سيرتان جوار جو كراك داكور معايا سي كو ليسما يا يو دي جوار وين اي مونكي دو كومبيتيشن كيما مازاري عنده بزاف بتات ما لعبش كيما واسمو بن عياده وين سي با سون بوست وين بن جلالي عنده كيف كيف وزيد حتى خوالد دونك هاد لي تروك اسكو لونترينور افي دي سوليوشن واحد اخرين دونك طاحت كيما نقول لك اليوم هذه لا فينال سي لا موفيز موفيز باس دو ليسما مصطفى تعاود مصطفى بسكري عفوا تعاود ترجع ليا وتعاود ترجع لسؤالي اللي قلت لك انه هل اخطا المدرب قلت لي ماشي اخطا ما فيش اخطاء في اقحامها ولا اللاعبين نابا دو سوليسيون الانسان يخطئ ويصيب وي داكور يعني يقدر يكون اخطا اوبليجي تبدا تلعب واحد على الكوتي دروا باسكو مفتاح سسبوندو سينو سي مفتاح لي يلعب نعم فوالا عندك دي جوار اللي كانوا اسمو بليسي يلو فيان دو بليسور ما عندكش لو شانجمون تاعهم ما عندكش البديل هذا هو اليوم لونترينر يلا كيما نقول لك افيك ليفيكتيف ما تكونش اثرت ربما الخساره الاخيره في البطوله امام سيريغيليزان تعادل عفوا نو با دي تو لا هي بطوله جو رجوا محمد واش قال لك اليوم تي بي مازامبي كانوا بلو فور علينا سور بلون كيما نقول لك دابور مونتال سور بلون انجاجمون فيزيك اي سور بيان سور لو ميتي سور تيرا نعم كمال معوش واش ما شفناش اليوم في اتحاد العاصمه مقارنه بوفاق سطيف العام الفارط البعض يقول لك انه اتحاد العاصمه ما كانش عنده شخصية فريق كبير مقارنة بوفاق سطيف ما رأيك؟ تخص اتحاد اليوم يخصهم كما يقول لك ما كانوش حارين نقدر نقولها ما كانوش حارين هما اللي عطاو لوكازيون مدوها للمازامبي مازامبي جا باش يقول لك 0-0 مليحة ليا الفايدة ليا صح يقول لك لازم ما نونكيسيش تاع لوسما دالجي قعدوا ما كانش ما شفتش دوزيام بالون ما كانش اللي يطلع ما كانش هذيك الحراره دوزيام ايطون انا كي شفت مازامبي يلعبوا بنقص لاعب ما حسيتش باللي كان ناقصهم لاعب صح ما حسيتش ما حسيتش في وقت من المفروض كان اتحاد العاصمه يحس متفوق عدديا يقدر يدير هكذا عندك يخرج الدقيقه الاخيره تاع الشوط الاول نعم بطاقه حمراء كالابا قاعد نستنى انا باش وما يزيد يطلعوا خرج منا دوكا كاين المدرب ثاني راه شاي يشوف بيان يشوف ثم يعرف لي جوار تاعو اللي كانوا ملاح اللي ما كانوش ملاح وحنا باش ندخلوا في التفاصيل تاع المدرب هذاك لعب ما لعبش ما كناش معاه في لي زونطريمون شكون اسكو كان هذاك مريض ما كانش ما العلم لله ما عندناش الظروف مصطفى بسكري لو نتحدث على الهدف الاول في الدقيقه 27 من كالابا من يتحمل المسؤوليه Non, c'est réussite à 100%. Ce n'est ni Zimamouche, ni défenseur, ni Walou. C'est un joueur qui a tenté le tout pour le tout. Il a contrôlé la balle. Le deuxième temps, il a tiré. C'est le Kora. Un tir très vicieux. Je ne suis pas مراقبة. Non, كانوا معاه قدامه وشنو هو اللقطة اللي دارها يعني الحركة اللي دارها باغت بها كل الدفاع تاع اتحاد العاصمة وباغت زيماموش ماهيش غلط زيماموش لأن كرة مثل هذيك شفنا يعني في أوروبا عدة أهداف يعني تشبه لهذا طبعا لو لم تكن الأخطاء لما كانت الهدف لا ماهوش أخطاء كما نقول لك سي لا ريوسيت توتال يعني ضربها تفضل محمد اكزاكتلوش ما نعرفش كيفاش يقولها بالعربية راح كلوش وهذه الاهداف هذوما يتسجلوا طري ديفيسيل باش الكاردي يجيبهم محمد بالنسبه للطرد كالابا كان بعد اعتداء العرفي واضح لا هو شفنا في الصوره في الاعاده شفنا بلي اعتدى عليه يعني كان واضح ما عندوش
يعني ما فيش مبرر خلاص. ما كاش مبرر، الحكم ما شافش، الحكم تاع الميدان ما شافش، ولكن تكلم مع المساعد ديالو قال له حقيقة كانت تعدى عليه وطبق القانون. ترى بأن التغييرات محمد أبقى معك، التغييرات التي أدرجها ميلود حمدي من البداية، دخول بداية من سوغار مكان بالجلالي الذي ظهر عليه نقص من ناحية بدني. من ناحية البدني طبعا، بدني لأنه كان غايب كثير، يمونكي دو كومبيتيشن. طبعا شافعي عوض مزاري دقيقة 52، وأخيرا دخل عودية في مكان بن عيادة دقيقة 69. عودية ما نتكلمش عليه لأنه دخل في مرحلة كانت صعبة وإن كانوا هدفين مقابل صفر، يعني واش راح يدير. حتى سوغر سجل هدف، سجل هدف. الشافعي قلنا لماذا نتسألوا، اللي هو كانت عنده يعني عدة مقابلات، كان منهزم اتحاد العاصمة بهدف واحد مقابل صفر طبعا، ولكن الشافعي عنده عدة مقابلات. لا أتحدث عن عودية، نتكلم على الشافعي على يعني واحد واحد. الشافعي كان يتقول باللي كان مجروح، لو كان مجروح ما يدخلش حكيم، لأنه هو اللي متعود يلعب في هذاك المكان. عودية يقول دخل في مكان يعني وين كان اتحاد خاصه اثنين مقابل صفر، ما عنده ما حتى سوغر يعني في البدايه ما اعطى حتى شيء، ولكن سجل هدف نقولوا هدف شرفي، هدف تاع الامل. ما نضرش هدف الامل لان المقابله العوده راح تكون صعبه كثير للاتحاد. ما تشوفش كمال معوش انه مستوى البطوله بشكل عام، ربما البطوله المستوى بشكل عام كان له تاثير على اتحاد العاصمه؟ ما عندوش علاقه؟ ما عنده علاقة. احنا شفنا دوكا، احنا ما نقولوش كي نشوفوا اللاعب المحلي يلعب ثلاث مباريات اربعه خلاص يقول لك، وهذو اللاعبين هذا تاع تيبي مازيمبي عنده 14 20 مقابله نفس المستوى يلعبوا. هنا شويه اللي احنا يلعب سكري يعني مستوى العام للبطولة هل أثر على لاعبي اتحاد العاصمة؟ رغم أن اتحاد العاصمة لما تشوفه في البطولة تشوف أنه مستواه ربما متفوق نسبيا على بعض من الأندية. لا 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 شو حكيم، يعني الماضي القريب جدا جدا جدا، يعني لا دانيير إيديسيون ونقول واش نقولوا استيف الدات، نقولوا بطولة ما كانت مليحة، هي نفس البطولة. هي اليوم يعني كما يقول لك سي لا فورم دو جور هي اللي ديفيني يعني لو ماتش تاعك. لا فورم دي جور اليوم لو اسمها جازوا كوت. يلا خلينا نروحوا الفاصل، وقت الفاصل اذا خلينا نروحوا الفاصل. بعد الفاصل بقوا معنا مشاهدينا، سنعود لتحليل والنقاش، وسنتحدث في اخر الحلقه ايضا على مواجهه السوبر الجزائري بين وفاق سطيف ومولوديه بجايه. بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدي الكرام لاستكمال ما تبقى من هذا الاستوديو التحليلي مباراه اتحاد العاصمه وتيبي مازيمبي الكونغولي الذي عاد بالفوز إذن إلى الديار بهدفين لواحد في ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا قبل مباراة العودة التي ستكون الأحد المقبل. مصطفى بسكري، إذن اتحاد العاصمة أخطاؤه هي اللي خلات تيبي مازيمبي يكون أقوى من أقوى ربما بكثير، لأنه حسب الأخطاء التي ارتكبت. هل لما يكون اللاعب ربما غير مركز بشكل كامل في المباراة يقدر يرتكب أخطاء بدائية، مثلا توقف الكرة يعني كنترول دو بال، وهذه الأمور اللي تمركز يخطأ في هذا رغم أنه المستوى يكون مش حامل لعب تاع اتحاد العاصمه دار الغلطات. يقدر مصطفى مخوالد اللي عنده اللي لاعب حتى في كاس، يعني هل يكون مسموح ان يخطا لاعب؟ لا ماهوش مسموح، لا ماهوش مسموح، ولكن الظروف خلات ربما الضغط وتضخيم هذا النهائي هذا وين يعني اللي تقرا، وحنا هذا الخصم ما يخلعناش وما يخوفناش وراح نلعبوا 11 ضد 11 كوم سي في الفوتبول بدنا نلعبوا 11 كونتر 12 ولا 13. نعم هذا هو، هذا سان لونغاج تاع الحطب. يفو كيما قلت لك الانسان حتى في الديكلاراسيون ديالك كيما تهضر قال كاين الفريق هذا عنده القوه تاعو عنده الضعف ديالو، راح نتعاملوا مع المباراه فيها اوقات وين الفائده تكون لينا تكون ضدنا، احنا لازم نتعاملوا مع هذه الظروف تاع المقابله بحد ذاتها. هذا يعني يكون تصريح منطقي وعلماني، ماشي قال انا ما يخوفوناش، واش الخوف البوكس ولا واش. محمد قسعيد، بالنسبة لو نشوف الهدف الثاني الذي وقعه سماطة الدقيقة 72، قبل ذلك أتحدث عن ركلة الجزاء في الدقيقة 68، خوالد لمس الكرة باليد، هل كان يستحق الطرد؟ لا ماشي خوالد، ماشي خوالد، لمس خالد عرقلة ولمس الكرة باليد للعرفي، عرفي وخرج بكرة حمراء. عرفي لا كان كارت أصفر ثاني،
يعني اذا الغريب حتى خالد ما تلقاش ما كانش عنده ما تلقاش حتى اندار حتى اصلا إندار. يعني لما اخطا في تاك البار ديريير انا يبين باللي خوالد كان ناقص صحيح 68 نعم نقص بدني ضربة الجزاء الأولى لا لا الضربة الجزاء الثانية الثانية وين خوالد كان بعد عقلة خوالد لي سمعت نقص بدني ولهذا ما قدرش يصد لي نقص بدني هو يلعب كل مباريات لماذا ما رأيك ما كان ناقص أمام لون كارلو الأمور اللي تخلي اللاعب ينقص بدنيا هل ربما الأسبوع تاع التربص اللي كان لا لا مش الأسبوع اتحاد العاصمة مقارنة بتيبي مازيمبي اللي كانوا ظهروا أكثر قوة أكثر اندفاع الفريق جرى تربص في مراكش بغض النظر على البلد ولا إحنا أيضا أخذنا تربص هل ربما ذاك الأسبوع كان محدد لا 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 حكي ماشي في ذاك التربص من بداية السنة من بداية التحضير تاع السنة هذاك هو واش عملوا نقول باللي شفنا باللي ما قدرش يعني بدنيا يقاوم مع سامانطا هو اللي دار جاب ضرب الجزاء اللاعب التنزاني الذي سيواجه المنتخب يعني دار ترويض ودار ومشى وراح وخوالد شفناه يعاني لما كان يجري ولهذا نقول باللي نعاود ناكد الاتحاد كان خارج النطاق خارج النطاق لماذا في عده اسباب ربما الضغط على الجماهير اللي قلت لك كان سلبي عليهم حتى الضغط حكيم الصحافه الضغط المغنيه اللي كان هكا المغني في الاشرطه الاتحاد خلاه دار عليهم ضغط سلبي على ضغط المغنيين نعم 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 حط قسايل كانت عنده 30 مليار يا واحد قسايل كان واحد يعطيه زلاكي على مغني اثر عليا اليوم حاكين 30 مليار هذوك راح يعطيو لهم يروحوا لربما للعقوبات تاع الجزائر راح يروحوا ولا وين يروحوا العقوبات تاع الكاف يدي حياته طبعا خليني نروح صاحبي لا ذكرني في اللاعب لما تصلي مغني اثر على اللاعبين خلاص يلا خليني نروح صاحب بلال ذكرني زميلي بلال هنون في اللاعب لما ما قدرش محمد قسعيد اربع لاعبين من الاتحاد ما قدروش يطيحوا ما قدروش نعم. بدنيا كانوا اقوى منك بكثير هل كمال معوش هدف اللي سجله سوغار دقيقه 88 يكون ربما عنده دور في مباراه الاياب انا متمني ان شاء الله عنده دور ان شاء الله مي سي ديفيسيل صعيبه بزاف صعيبه ظروف صعيبه صعيبه بزاف لازم معجزه صعيبه لازم معجزه كمال الحكيم فريق عنده طائره خاصه يعني تشوف حتى انت عندك الاموال بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه ولكن ما عندهمش طائره خاصه شو كاش سماك تحبيت تقول لي انه لازم اتحاد العاصمه يكون عنده طائرات خاصه احنا مازال ما يا محمد قسعيد لا نتكلمك على التنظيم تاع هذا الفريق هذا منذ تقريبا 15 سنه يلحق للنهائيات حكيم تنظيم يعني عالمي احكي لي على الملاعب وعلى مراكز تكوين الابناء ومن بعد احكي لي على الطائره الخاصه ان شاء الله ان شاء الله متعودين في حاجه برك يعني الفريق اللي يلعب ولا يدير منافسه سواء فريق وطني ولا فريق كيما وفاق ستيف فاز بالكاس بصح ما استفادوش يعني بالتحضير اللي كان يدير فيه اللي كان عندهم محضر بدني في المستوى كان حتى خير الدين مضوي وين يعني يتكلم مع المدربين يعني يديروا كيما يقول لك ندوات ويتكلموا واش الامور كيفاش تخدمت كيفاش نجحت وفاق ستيف باش على الاقل الانديه الاخرى لما تروح وتلعب التجربه ديالهم يعني قسائل. كل امور هذوما يا هل ترى اليوم هايك استفاد منهم ولا لا انا نسقسيك اسكي هي كيما نقول لك ان بيلون تاع الصيف صح خليني نقول لك محمد قسعيد تكلم لي على سحداد هل استفاد طبعا من اجل النادي هذا كاتون ب 8 ملايين يورو سنويه تقريبا 100 مليار سنتيم تقريبا هذا الرقم الضخم انشاء مركز رياضي جديد به 24 غرفه نوم للاعبين الذين يريدون الراحه حمام سباحه مطعم وقاعه لمشاهده التلفزيون من حتاك توصيل اللاعبين اللي يملكون سياره ترميم ملعب المباشي مدينه عدد سكانها 1.2 مليون نسمه خليني نقول لك هي الثانيه في دوله كونغو طبعا منح النادي طائره يتقل الفريق مباراه خارجيه هذا هو رئيس النادي اللي طالب نتايا حتى تكون عندنا طائره خاصه باش يكون فريق اتحاد العاصمه يفوز برابطه انا نتمنى محمد انا نتمنى يكونوا عندي منشات وين ندرب خير من الطائره ما طبعا ما كاينش الاراضي وين تبني المنشات ياك الوزاره ما كاينش اراضي وزاره الشباب يا محمد يا قاسي سعيد اي اراضي تحدث عليها الاراضي خلصت لها الاسمنت كامل ياك الوزير راك تدخلني في موضوع ربما انا الوزاره كانت
قالت بلي المد أراضي عندها تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات راهم الأراضي يا حكيم. خاصة غير الوزارة تزيد تمد لهم الأراضي واستثمار حقيقي في كرة القدم الجزائرية. فينهم الأراضي؟ لا مفروض نعم مفروض يعني فينهم الأراضي؟ الأندية يعني باش على الأقل كما قلت تكون فيه أنديبار على الأقل تمد كما قلت لك يستثمر في الأراضي اللي باش يبني فيها المراكز تاع التدريب. هذه لابد هذه شفناها حتى في أوروبا مديورة هذه. يعني في السعودية وين يعني الملك ديالها مد الأراضي وين 32 فريق وكل فريق عنده مركز دياله وين فيه كل المنشآت اللازمة كل الرياضات ماش إلا رياضة كرة القدم في كل الرياضات. خلينا إذن مباراة العودة كمال معوش راح تكون فيها ظروف ربما صعبة لأنه قياسا بما حصل ربما قال لك أنه اللاعبين تاع تي بي مازامبي توعدوا لاعبين اتحاد العاصمة بالجحيم في مباراة العودة قياسا بربما الظروف اللي حطت ما يصعب لأنه تذكر معي جيدا مباراة وفاق ستيف اللي لعب في نصف نهائي الموسم الفارط أمام تي بي مازامبي كانت الظروف صعبة جدا هكذا قال ماضوي صعبة المباراة الإيابة. صعبة أنا قلتها من قبل صعبة مي دوكا مازامبي دوكا راه فرحان يقول لك انا خلاص انا ربحت هذه ثاني تدخل له ثاني مليح اليسمى ثاني غرور صح يقول لك خلاص انا ربحت في اليسمى هدفين بواحد دوك يقول لك اني فرحان وندير خلاص سي بون لا كوبا تاعي مي ما هذه ثاني زاد تمد شويه الاتحاد العاصمة ما شاء الله. نعم بالنسبة لو أتحدث عن زيماموش اليوم مصطفى بسكري أنقذ الاتحاد العاصمة تقريبا أربع فرص واضحة إذا كنت تابع معنا جيدا أربع فرص واضحة هل هذا رد إيجابي ربما على نقولوا ظلمه في اتحاد في المنتخب؟ لا ما نظنش هو كان مركز كان خدمته كان في المستوى يعني يا ريت يعني الزملاء تاعو يعني يعاونوه وكانوا في المستوى 50% تاع زيماموش ربما كانت صح. النتيجه تكون غير هذه النتيجه هذه لا زيماموش نظن يعني انسان اللي نعرفه متخلق متربي ما عندوش هذا بهذا الاداء يستحق محمد قسعيد مكانه على الاقل ضمن الثلاثي او الرباعي. لا اليوم خاصة شفنا النخب الوطني في المدرجات كان شاف المقابلة بدون شك أنا بالنسبة لي أو يشوف المباريات حتى يودع الجزائر لا تكتشفها مؤخرا بشكل جيد. أنا بالنسبة لي أنا يا زيماموش يستهل مكانته في المنتخب الوطني ولكن حبيت نقول لك واحد الكلمة اللي تكلمتها قلتها للكمال قلت له الغرور في هذا المستوى ما ظنش يعني ما فيهاش الغرور من جهة تي بي مازامبي من المستحيل في هذا المستوى. طبعا إذا مباراة الإياب ستكون الأحد المقبل في لوموباشي 8 نوفمبر على الساعة 3:30 بالتوقيت الجزائري. اتحاد العاصمة صحيح أنه خسر ربما مرحلة من المراحل لأنه ما زالت فيه المرحلة الختامية رغم ذلك مصطفى بسكري لديه الحظوظ صعبة ولكنها ليست مستحيلة ما زال مقابلة يعني ما عيش ناخذ مقابلة تاع اليوم كمعيار 100% اللاعبين ما عندهم خلاص هم خاسرين يعني في يعني ربما 99% تاع الجزائريين يعني ككل ومناصرين تاع اتحاد العاصمه ربما في راسهم يقول لك خلاص ولكن مادام عندك فرصه مقابله العب الكل في الكل بنظام بتنظيم بروح قتاليه عاليه واذا كان تكون في يومك ولما لا يعني كما قلت تونتي لو تو بور لو تو. بالنسبة طبعا بالنسبة للاعبين الثنائي اللي لعب مع تي بي مازامبي علي مبوانا ساماتا وتوماس إيمانويل بوليموان غوا تياني هكا مانيش خطأ لاعب تنزانيين راح يشكلوا محمد قسعيد صعوبة خاصة قلب الهجوم هذاك المنتخب الجزائري الاسم الثاني هذاك ما يعني ما شفتوش توماس إيمانويل ما ظهرليش ما ظهرش قبله ولكن سامانتا كان مميز صح كان مميز وعنده امكانيات كبيره نظن هذايا واحد يعسوا كما تعس الحليب فوق النار. اذا شبه هذه محمد خلينا نروحوا اذا كمال معوش فيه العوده تاع مفتاح ان شاء الله تكون خير. لا ما فيش عوده ما يلعبش المقابله ما يلعبش لانه مبارتين صحيح ما يلعبش علاش مبارتين عنده ما فهمش عنده زوج كارت يعني كيميل دو كارتون عطاو زوج مقابلات ما فهمناش عليه. طبعا ظروف صعبه بالنسبه لاتحاد العاصمه في مباراه الاياب ضيع شوط كبير اتحاد العاصمه في المباراه هذه وخيب انصاره انصار كل الجزائريين على اعتبار انه كان ممثل الجزائر في هذه المنافسه. نتمنى ان تحدث ربما مفاجاه في مباراه الاياب الاحد المقبل. خليني نعرج الى مباراه كاس السوبر الجزائري التي ستكون غدا باذن الله في ملعب حملاوي بدايه من الساعه 4
مساء بين وفاق سطيف حامل اللقب ومولودية بجاية حامل كأس الجمهورية، مباراة كأس السوبر مصطفى بسكري، مباراة كبيرة بين فريقين عريقين، طبعا واحد فاز بالبطولة واحد فاز بالكأس. بغض النظر على واش باش فازوا، يعني داروا موسم الفارط، خاصة مولودية بجاية موسم استثنائي وين يعني نظن كمل في المرتبة الثانية وفاز بكأس الجمهورية. وفاق سطيف كان حتى هو يعني فاز بالثلث ألقاب، يعني كأس كأس إفريقي السوبر كوب والبطولة الوطنية، والحق يعني دور متقدم في النصف النهائي ولا الربع النهائي، في النصف النهائي كأس الجمهورية وين هزم مع مولودية بجاية. نظن مقابلة أكثر منها هي استعراضية، لأن ما عندها حتى إنعكاس يعني تتأهل في أي يعني منافسة. نظن استعراضية، وإن شاء الله يعني يوريه الفريقين عروض في المستوى اللي تشرف يعني الوجه اللي وراوه. نعم كمال معوش ما عندهاش ربما قيمة كبيرة كاس السوبر في كل البلدان، نشوفوا كاس السوبر ربما عندها قيمة خاصة بعض البلدان تنقلها للخارج، مثل ما شفنا سوبر السعودي لعب في 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 لندن، سوبر الفرنسي في المغرب في لعبوه في، هي ربما الصورة سعودي لمصطفى بسكري في الحديث ومحمد قسايد الحديث حول هذه النقطة، ربما تسويق الصورة بالنسبة لكرة القدم الجزائرية. هل عنده قيمة كاس السوبر مثلا بالنسبة للاعب يكون متحمس لهذه المواجهات؟ الكأس السوبر دوكا جات في مواد نوفمبر، ماشي من المفروض توقيتها كمال معوش بعد قبل بداية الموسم، قبل بداية افتتاح الموسم، افتتاح الموسم العالم كل فضل. حكيم العالم كل يلعب الكأس السوبر في بداية الموسم. طبعا احنا دائما نخلق الاستثناء لانه احنا عندنا عباقرة ايضا، عندنا دائما تفكير كما معك محمد قسعيد. خليني الحديث عن هذه نقلها، طبعا في البداية قال قرباج انه نقلناها القسنطينة من اجل عاصمة الثقافة العربية، ومن بعد عاود تراجع. طبعا الان ما يغضبش علينا محفوظ قرباج لانه يقول لك دائما لما يشاهدنا يغضب، احنا ما نعرفوش نصفقوا للاسف الشديد، ما نصفقوش كثير. لعبها في قسنطينه احتجاج مديه بجايه ثم لعبها في قسنطينه، هل كان ربما شيء مميز انه تنقلها خارج العاصمه؟ هي باش راكم تقولوا باللي في بلدان واحد اخرى يلعبوها خارج بلادهم، وعلاش ما تلعبهاش في قسنطينه؟ قسنطينه لعبها في وهران، لعبها في الجزائر، لعبها ولما لا تما تلعبهاش يعني في كيما في تونس ولا تلعبها في الصحراء. تسويق صوره الجزائر تسويق. صح تسويق صح محمد، هذاك هو التسويق، هذه التسويق. المفروض تلعبها في تونس في المغرب، تلعبها حتى في فرنسا لانه عندك تديها لمارسيليا راح تعمر كل الملعب بالفيلودروم كله يتعمر. تسويق كما تكلمت حكيم، بيع الصوره تاع كاس السوبر مهم جدا، تحفز بها كما قلت اللاعبين. طبعا بالنسبة لوفاق سطيف مصطفى بسكري لحد الآن نفس المركز التاسع السادس والسابع 14 نقطة، بداية لم تكن إيجابية بشكل كبير ربما للفريقين في 10 مباريات في البطولة. بالناحية التحضير لهذه المباراة ما رأيك؟ لها مقابلة راح تخليهم، أنا قلت لك ربما اللاعبين راحين كما أقول لك يبونسوا ليبيري يتحروا يلعبوا بدون أي ضغط، مقابلة استعراضية تخليك توري وجه الحقيقي نتاعك من ناحية التقنية الفردية والجماعية، وحتى يعني المدربين تكون عندهم فرصة يشوفوا ربما يعني منظومة تكتيكية اللي ربما يشوف اللي راح تسمح له في البطولة، يعني ربما راح كما أقول لك فأدوبتي ست cette formule pour ce qui concerne يعني الوجه الحقيقي الحالي تاع الفريقين خاصة وفاق سطيف. ما تنساش بلي وفاق سطيف عنده تقريبا 10 سنوات وهو يلعب في البطولات يعني الدولية، كانت البطولة العربية، البطولة الوطنية، الإفريقية، الكاف، لعبوا عدة، وكان يعني المردود تاعهم كان دائما في المستوى حتى حق وقت وين توجوا بالشامبيونز ليغ ولعبوا لا كوب دي موند دي كلوب. سي تو طافي نورمال، يعني يكون عندك ان باساج افيد. هذه انا نمد هذا الانصار تاع وفاق سطيف، يعني كيما يقول لك يسعفوا شويه الفريق تاعهم، لان اليوم كيما قلت بوتيت سي ان باساج افيد. ناخذوا مثال برك، ربما رحنا ربما حكيم ربما راح شويه يقول لك ماشي كيف 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 سي دي زادرجيما. العام اللي فات مورينو شامبيون مع تشيلسي، اليوم تشيلسي كانزيان. دونك سي في الفوتبول هذا هو لو شارم ديالك، عايش يقول لك سي با سيونس اكزاكت، سي تو سيونس في لا بريباراسيون مي ليكزاكتيتود دون لو ريزولتا بارفو وين ما تمشيلكش، سي عندك اون فاز وين يا بلوكاج او نيفو دو جروب.
soit sur le plan mental, soit sur le plan technique, ça ne démarre pas. Mais nous avons démarré, c'est une équipe confirmée, un entraîneur confirmé. Kamal, وفاق سطيف للمرة الثالثة سينشط طبعا نهائي كأس الممتازة طبعا لعب مع مولودية الجزائر في 2007 اتحاد العاصمة 2014 وخسر طبعا هذه المرة الرابعة خسر أبناء الوفاق في المباراة الأولى برباعية والثانية طبعا انهزم فيها يعني هذه المرة الثالثة يشارك فيها مولودية بجاي المرة الأولى اللي راح يلعب نهائي كأس السوبر. كما نقول لك مقابلة غدوة راح تكون أول نوفمبر بلاك تكون مجد قالة كما يقولوها والعشب الطبيعي طبعا ما نش نشوفوا العشب الطبيعي في البطولة تاعنا طبعا كانش ثاني ميزة سياسة رائعة طبعا من القائمين على كرة القدم الجزائرية طبعا بتحويل الكثير من الملاعب في الجزائر إلى ملاعب اصطناعية لأنه هذا هو الإبداع في كرة القدم الجزائرية من مسؤولينا كمال معه شكرا جزيلا كنا سعداء شكرا لكم الأخيرة إن شاء الله منفروض اليوم المرة الأولى بديت تولفنا المرة الأولى شكرا جزيلا كمال معوش محمد قسائي شكرا جزيلا لا شكرا كنت سعيدا ومصطفى مسكري أيضا شكرا جزيلا شكرا لك سونيا شكرا جزيلا سهرناك معنا وأيضا الزملاء بلال هنو اليوم سهرناه غدا إن شاء الله بإذن الله والزملاء ذكروني الزملاء أيوه شكرا جزيلا وطارق فرحات مخرجنا دائما وكل الزملاء غدا لنا موعد بإذن الله إن شاء الله سنتحدث عن في حلقة جديدة من استاد النهار سنتحدث عن نهائي كأس السوبر وعن مخالفات الجولة العاشرة غدا نلتقي السلام عليكم ورحمة الله.